مساء الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان وناين لايف ويوم جديد ولايف كلينيك. النهاردة موضوعنا هنتكلم فيه عن القلب وأمراض القلب والمشاكل اللي بتواجه القلب. طبعا احنا عارفين ان القلب هو من اهم او يعتبر هو اهم عضو في جسم الانسان، ليه وظائف كتير. اهم وظائفه هو ضخ الدم في الأوعية الدموية طبعا لتوصيل الغذاء والأكسجين إلى أجهزة الجسم المختلفة وإلى تريليونات من خلايا الجسم، طبعا بيحافظ على البقاء. طبعا في مشاكل كتير بتقابلنا، التلوث، في تدخين، في عادات سيئة كتير، في أسباب كتير بتؤدي إلى أمراض في القلب وإلى ذبحات صدرية، وهنتعرف طبعا على الأنواع ونشوف الأسباب ونشوف إيه الأعراض اللي بيتعرضوا لها ونحاول نشوف طبعا طرق الوقاية. قبل ما نبتدي موضوعنا ونقابل ضيفنا، هيكون معانا أستاذ دكتور إبراهيم قصب، وهو أستاذ جراحات القلب والصدر طب بنها ومعهد ناصر. هنتكلم عن موضوع بيخص الأمراض القلب، وهي دراسة عن النوم وعلاقته بالقلب. حذر رئيس الرابطة الألمانية لأطباء القلب بمدينة ميونخ نوربرت سميتاك من أن المعاناة من اضطرابات النوم بصفة مستمرة يمكن أن تهدد صحة القلب، ورجع إلى ده إلى احتمال ازدياد معدل إفراز هرمونات الضغط العصبي بالجسم عند المعاناة من اضطرابات النوم، وده بيؤثر بشكل سلبي على وظيفة القلب وبيزيد خطر الإصابة بضعف القلب. كانت أكبر دراسة استكشافية بالعالم أجريت بالنرويج، ودي طبعا استغرقت 11 سنة، شارك فيها أكثر من 45 ألف شخص. توصلت إلى أن من يعانون من اضطرابات النوم بيزداد لديهم خطر الإصابة بضعف القلب بمعدل 3 إلى 4 مرات أكثر من أي شخص بينام نوم طبيعي. طبعا للاستمتاع، دي نصيحة للاستمتاع بنوم دون اضطرابات، ينصح الممارسة الأنشطة البدنية، طبعا الرياضة، والذهاب إلى النوم في نفس الموعد يوميا، وطبعا إزالة أي عامل إزعاج من غرفة النوم زي الإضاءة الشديدة داخل غرفة النوم وارتفاع درجة الحرارة، ودول بيندرجوا ضمن العوامل المعيقة للتمتع بنوم صحي وهنيء. طبعا بعد الفاصل هيكون معانا دكتور إبراهيم قصب أستاذ القلب وأمراض الصدر، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا تاني مشاهدينا بعد الفاصل ونبتدي حوارنا. بيسعدنا ان يكون معانا دكتور استاذ ابراهيم قصب، وهو استاذ جراحات القلب والصدر. طبعا اي استشاره او اي استفسار الارقام بتاعتنا هتظهر قدامكم على الشاشه. مساء الخير يا دكتور، حضرتك منورنا. دكتور، عايزين بس في البدايه نعلق على الدراسه اللي احنا قلناها في المقدمه، وهو علاقه اضطرابات النوم وعلاقه النوم بصحه القلب. تمام. هي طبعا دراسة جيدة جدا ودراسة ماشية مع المنطق، ان احنا بنقول ان يعني الجسد السليم يقدر يؤدي لوظيفة سليمة ويعطينا نتائج ملموسة ونتائج إيجابية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجسم لما بياخد راحته سواء كان في التغذية او النوم او حصة الرياضة، هتبتدي الاجهزة اللي هي جسم الانسان تقوم بوظائفها على اكمل وجه. تمام. مثلنا كده الجهاز العصبي متمثل في المخ والاعصاب، الرئتين متمثل في القلب والكبد. يعني بمعنى ان بتقول الجسد السليم يعني له مقاومه، ومن اهم هذه المقاومات هو النوم. لان النوم بيبقى بيعتبر كده زي فتره راحه وسكينه للعضو. بالضبط. العضو اللي هو الجهاز، سواء كان جهاز القلب والأوعية الدموية، سواء كان الجهاز العصبي، لأي أجهزة الجسم، فترة السكينة والهدوء دي فترة، والراحة هي فترة مهمة جدا لجسم الإنسان عشان يقدر إن هو يستعيد نشاطه مرة أخرى ويؤدي وظائفه بحيوية ونشاط. طبعا عامل النوم ده عامل عليه كلام كتير وعليه دراسات قوية قديمة وحديثة، ولكن الملخص فيها ان هو لازم الانسان ياخد كفايته من النوم. وكان في دراسة قديمة طبعا، ده يعني استكمالا لدراسة قديمة، ان المفروض الانسان له بنقسم يوم كده لثمان ساعات،
يعني 24 على 8 يبقى 3، بنقول 3 يشتغلهم 8 اسف 8 ساعات يشتغلهم و8 ساعات يقعد كده يعني ريلاكس مع نفسه. 8 ساعات ريلاكس ده في اليوم؟ لا يعني يقضي مشاوير، يبقى في علاقات اسريه، يبقى في نشاط اجتماعي كويس، يعني في عمل جاد اللي هو 8 ساعات. تمام. ده العمل الجاد اللي ما فيهوش يعني يعني تضييع وقت، بس يبقى 8 ساعات عمل جاد يعني عمل جاد، و8 ساعات يبقى يعني الانسان يعني يهتم بحياته الاجتماعيه، يقسمهم براحته بقى يعني مشاوير عايز يرتاح بالظبط نادي كلام من ده يعني. وثمان ساعات نوم. تمام. ثمان ساعات نوم هم كافيين بقدر المستطاع ان هم يقدروا يفوا بحاجات الجسم من اللي هو يعني اعاده المخزون الاستراتيجي في الجسم مره اخرى. تمام. لان احنا بنشبهها كده لما يكون واحد يعني راكب عربيه وماشي بقى مشوار يعني طويل جدا، فلابد ان هو ياخد ريست. فالريست بتاع جسم الانسان هو النوم، والنوم ربنا سبحانه وتعالى خلقه لاسباب وحكمه. لان الجسم بيرجع يستعيد، كل عضو من اعضاء الجسم يرجع يستعيد نشاطه مره اخرى بتكوينات وحاجات كيميائيه معقده جدا للغدد. بالظبط. وبتتفرز وقت النوم وتتفرز يعني. طبعا وقت الصحيان بيبقى فيه هرمونات لها الابر هاند او عاليه في مستوى الجسم، ووقت النوم بيحصل تغيرات مختلفه بتؤدي للسكينه والهدوء في الجسم. تمام. طيب عشان نخلص موضوع النوم ده، واحنا بنشوف انه ممكن يتعرض الانسان يتعرض لاي مشاكل قلبيه مثلا بسبب اضطرابات النوم، ايه المشاكل اللي ممكن تحدث في القلب مثلا بسبب اضطرابات النوم؟ سؤال مهم جدا. طبعا سؤال مهم جدا. هو النوم السليم يؤدي الى صحه جيده. يعني ده الملخص، ان هو النوم السليم والنوم المتزن اللي هو مش طويل قوي. لما في واحد ممكن ينام مثلا 24 ساعه 12 ساعه ده نوم مش سليم، دي بتبقى بتسبب مشاكل ممكن. طبعا هو النوم السليم اللي هو المعتدل اللي بنقول ان هو رينج حوالي 8 ساعات في اليوم، ده اسمه نوم سليم. زي الاكل السليم، في واحد ما هو الجسم او القوه او البنيان السليم مش بكتر الاكل والشرب، اكيد هو بالاعتدال. الاعتدال في كل شيء. بلا شك ان هو قله النوم تؤدي الى مشاكل صحيه على الجسم كله، اكيد بلا دي خلل في كل وظائف الجسم بلا استثناء يعني. وخاصه الجهاز القلب والاوعيه الدمويه. ليه؟ لان عدم النوم هو نوع من انواع الارق. وانواع الارق بيصاحبها افراز هرمونات. هرمونات اللي هي بتؤدي لليقظه والسهر والانتباه. هرمونات اليقظه والانتباه ده في منها كذا هرمون متعدد، هي في النهاية تؤدي إلى زيادة مجهود القلب. ضربات القلب تزيد. اللي عنده ضغط عادي مع الوقت بيعلى. اللي بياخد علاج ضغط على أنواع معينة مع القلق والإزعاج والكلام من ده يبتدي يحتاج لجرعات أكبر. ده مجهود كله على شرايين القلب التاجية وغذاء القلب على طريق الشرايين التاجية. يعني مختصر ان هو عملية الازعاج او عدم النوم المنتظم والنوم الصحي تؤدي الى مشاكل بالقلب. ده شيء صحيح 100%. تمام. كده احنا عرفنا سبب من الاسباب هو اضطرابات النوم او الضغط النفسي الشديد، ده ممكن يؤدي الى امراض قلبية. طيب لو هنتكلم بقى نعرف كده بشكل مبسط تعريف القلب وظيفته، غير ان هو بيضخ طبعا الدم للريونات الخلايا في الجسم، نشوف حجمه المفروض ايه، فحجمه ده لما بيتغير او التشوهات اللي بتحصل فيه كل مرض بيتعرض ايه، شكل القلب بيبقى عامل ازاي، فنتكلم على تعريفه كده. هو تمام. هو القلب طبعا كلنا درسناه في العلوم زمان في ابتدائي، ان القلب ده كنا بنشبهه كده ان هو في حجم قبضة اليد. لو جينا نقيسه بالجرام، في رينج في الجرامات بتبتدي مثلا من 100 جرام 150 جرام على حسب السن وعلى حسب الوزن وعلى حسب الطول يعني. تمام. يعني له نسبه وتناسب مع حسب السن والوزن والطول وحجم الجسم. ولكن بنقدر نقول ان هو القلب الطبيعي في الانسان يمثل تقريبا يعني قبضه يد تقريبا. كويس. فده بالنسبه لحجمه. الحجم ده ممكن يزيد في الحجم، في قلوب ممكن تزيد في الحجم. اللي بنقول عليه قلبه متضخم، مش قلبه كبير، قلبه كبير ده حاجه ثانيه، انما قلبه متضخم. قلبه متضخم بيبقى اساسي في اشياء كتيره او اسباب كتيره تقدر ان هي تعمل تضخم في عضله القلب. اشهرها هو ارتفاع ضغط الدم الغير
يعني اللي هو ما بياخدلوش علاج. يعني في انسان ممكن يبقى ضغط الدم عنده عالي على فترات طويله وعلى مده طويله بدون علاج يخلي في النهايه عضله القلب تضغط. وفي مشاكل بقى صحيه في صمامات القلب، فاذا كان صمام الاورتي او صمام الميترالي مع الوقت برضو تعمل تضخم في عضله القلب. طيب طبعا وظيفه القلب كلنا عارفينها ان هو بيشيل الغذاء. القلب هو مهمته ان هو ينقل الغذاء من القلب او من الجسم كله عشان تروح كل خليه من خلايا الجسم. زي ما احنا عارفين طبعا الكبد هو مخزون الطعام في الجسم، الرئه هي مخزون الهواء والاكسجين في الجسم. كويس، فالقلب بيشيل الغذاء ويشيل الاكسجين، الغذاء والاكسجين الاثنين دول مهمين جدا ان هو يروح لكل نسيج في الجسم من اول بقى يعني كل حاجه كل حاجه يعني من اول يعني يعني لحق يعني من اول الدماغ فوق لشعر الراس لحد ظفر الرجل تحت، فكل ده مسؤول عنه غذاء. عشان كده بنقول لو حاله القلب والاوعيه الدمويه سليمه كويس فكل خليه من خلايا الجسم هتتغذى مظبوط، تمام، وبالتالي هتؤدي وظيفتها مظبوط، وبالتالي هيبقى الانسان بصحه جيده. تمام. اهم الامراض او اكثر الامراض شيوعا اللي بتصيب القلب هنا في مصر، يعني ريليتد بقى بكل ال الجو، التدخين، الاكل، الشرب، المايه، كل العوامل التنفس والحياه الطبيعيه فيها مشاكل ممكن تؤدي لمشاكل في القلب. هو طبعا طبعا اشهر مرض مش في مصر بس في العالم هو ارتفاع ضغط الدم. هو ده اشهر مرض يصيب القلب ويعمل مشاكل في عضله القلب على المدى الطويل، هو ارتفاع ضغط الدم. يليه في الترتيب عندنا في مصر كان من فتره مثلا في حوالي 20 سنه كان امراض القلب الروماتيزميه اللي هي حمى الروماتيزم اللي بتيجي في الاطفال من سن 5-15 سنه كانت تصيب صمامات القلب وتعمل مشاكل في صمامات القلب سواء ارتجاع او ضيق في صمامات القلب، ولسه طبعا موجوده في مصر بنسبه طبعا اقل من الاول نظرا لتطور الخدمات الصحيه ولكن ما زالت موجوده في مصر. تمام. ثالث حاجه اللي موجوده دلوقتي شهيره جدا هو كسور شرايين القلب التاليه. وهي متلازمه الشريان التاجي، هو ده ده نوع منها. دي نوع منها. فشرايين التاجيه في القلب دي كانت يعني مع تطور الحياه المدنيه ومع الاستريس اللي احنا يعني اللي موجود في الدنيا كلها ومع طبعا الاستريس ده بطبع الحال لسه بنتكلم على النوم فبيعمل ارق ويعمل عدم راحه في الجسم بيخلي يعني بيخلي كفاءه القلب ان هي يشتغل لفترات طويله وبتركيز كبير فبيخلي مجهود القلب كبير. تمام. مجهود القلب لما يبقى كتير يحتاج غذاء اكتر. لما يحتاج غذاء اكتر رايح له كم معين. لو قل في وقت من الاوقات ده اللي بنقول عليه هو كسور في شريان القلب التاجي. تمام. كويس؟ وبعدين الاستريس ده بيعمل نوع من تصلب شرايين. تصلب شرايين ده كلنا نسمع كلمه تصلب شرايين. بالظبط. فتصلب شرايين ده هو مع الوقت بيعمل كسور في شرايين القلب التاجيه وحواليه عوامل مساعده تاني. ممكن يؤدي لذبحه صدريه طبعا. طبعا ما هو هو بيبتدي كسور في الشريان التاجي او تصلب شرايين بيبتدي وبعد كده يؤدي لكسور في الدوره الدمويه في الشرايين التاجيه بتاعه القلب وممكن يعمل كسور في شرايين القلب بصفه في شرايين الجسم بصفه عامه. كويس. ولا قدر الله لو الموضوع طبعا وصل لجلطه اللي بنقول عليها ذبحه صدريه. كويس. في النهايه ممكن يحصل ممكن يحصل كتير من المرضى بنشوفهم ان هم عندهم ذبحات صدريه اذا كان يعني الذبحه دي لها انواع ولها اشكال في طرق العلاج ولها لو الوقت يتسع نتكلم فيها باستفاضه. بس طبعا يعني شيء مهم جدا او اخطر حاجه في الموضوع ان احنا نقول الذبحه الصدريه هي الخلاصه او هي نتائج عكسيه لعدم استقرار دورة دموية في القلب وشريان التاجي. تمام. او بيبقى فيه زي تدمر او انقباض في الاوعية الدموية دي ما هو كل تحقيق اللي بتحصل. بالظبط. طبعا طبعا عشان نعرف التعريف والمصطلحات لان كل حد بيبقى ما هو عنده حاجة مشكلة معينة فبتبقى ليها مصطلح. تمام. هي المصطلحات في مصر طبعا يعني ساعات الناس مثلا ما تقدرش تفرق يعني ايه جلطة في القلب؟ يعني ايه ذبحة صدرية؟ يعني ايه احتشاء في عضله القلب؟ الثلاثه دول الثلاث مسميات دول لحاجه واحده. يعني بنقول مريض عنده ذبحه صدريه هي معناها يعني جلطه في جدار القلب هي معناها احتشاء في عضله القلب.
كويس، لان يعني برضه عشان المسميات تبقى معروفه وفيها ثلاثه، لو المصطلح ده اتقال او اتقرا في اي مكان يبقى الناس فاهمه قصه كلام مشهد. تمام. طب لو اخذنا نوع نوع، هنبتدي اول واحد اللي هو الاكثر شيوعا، ارتفاع ضغط الدم، نشوف اسبابه وايه اللي بيحصل لعضله القلب وقتها. تمام. هو ضغط الدم طبعا بصفه ان هو يعني منتشر جدا في مصر، منتشر جدا في العالم. ضغط الدم له اسباب، يعني هناك اسباب وهناك نوع اللي احنا بنقول عليه سكندري اللي هو له سبب معروف قدرنا نشخصه. وفي النوع التلقائي اللي احنا مش لاقيين له سبب معروف، او لسه الطب ما توصلش لاسباب معينه ايه السبب المعين اللي خلى ضغط الدم يرجع. وفي بيبقى وراثي او بيبقى طبيعي طبيعه الجسم. ما احنا بنقسم التقسيمه اللي عنده ضغط الدم كده اسبابه نقسمه نوعين، نوع تلقائي ونوع له اسباب. تمام. النوع التلقائي هو بقى اللي عليه كلام كتير، وده اغلبيه من الناس. بس احنا بنفسرها كاطباء، بنفسرها ازاي؟ بنفسرها ان لسه زي ما انا كنت بقول انه عوامل الضغط النفسي وعوامل الاسترس وعوامل عدم الراحه في النوم. كويس. هو ده اللي بيؤدي في النهايه لضغط الدم العالي. كويس. وضغط الدم العالي ده بنقدر ان احنا نعرفه ان ساعات لما يبقى الانسان في ستريس او في ظرف معين ضغطه يعلى شويه، وبعد مثلا ما الظرف ده يعدي تلاقي ضغط الدم بقى طبيعي. كويس. وبعد كده يعلى تاني في ظرف تاني، وبعد كده مثلا يرجع طبيعي، وبعد كده يعلى فيضطر ياخد له علاج، وبعد كده يمشي على علاج على طول. تمام. عشان ده اسمه ضغط الدم التلقائي او البرايمري هايبر تنشن، ده اللي هو احنا كاطباء مش لاقيين له سبب مباشر. السبب المباشر. وفي مجموعه تانية هي اقل تمثل 10% من المجموعه من ارتفاع ضغط الدم، اللي هي اسمها السكندري او اللي اسمها سبب مباشر في ارتفاع ضغط الدم. ودول لهم اسباب. اشهر سبب فيهم مرضى الكلى. مرضى الكلى، المرضى اللي عنده مشاكل في وظائف الكلى ضغط الدم بيعلى. بيعلى. كويس. العلاج. في مرضى اللي عندهم نشاط في افراز الغده الدرقيه ده بيعلى الضغط. الناس اللي عندهم نشاط في افراز الغده النخاميه ده ضغطهم بيعلى. بيعلى. في اسباب ثانيه بس دول اشهر ثلاث اسباب اللي بيخلي ضغط الدم يعلى بسبب معروف. بمعنى ايه؟ ان احنا لو عالجنا السبب ضغط الدم خلاص يروح من غير علاج. الناس اللي عندهم ضيق في شريان الكلى اللي هو الشريان الكلوي، الضيق الشريان الكلوي ده ساعات يفرز الكلية نفسها، تفرز مواد، المواد دي تشتغل على الاوعيه الدمويه تعمل انقباض في الاوعيه الدمويه. انقباض الاوعيه الدمويه ده يعلي ضغط الدم. اول ما بيتصلح ضيق الشريان الكلوي خلاص ضغط الدم بيروح ولا كان مشاكل لا. تمام. ده بالنسبه للجزء الاول في السؤال اللي هو ايه الاسباب. الاسباب بالظبط. تمام. في اسباب ثانيه طبعا، يعني اللي عنده سكر ليه ضغطه بيعلى، دي اسباب يطول شرحها. في ناس مع مثلا هو دايما مثلا اللي عندهم سكر بيبقى مصاحب ليهم بالضبط الضغط يعني العالي، لان في ارتباط بين الضغط والسكر وامراض الكلى، يعني امراض القلب، امراض القلب والكلى ده مصاحب. عشان كده اللي عنده سكر بنقول لابد ان انت تتابع متابعه دقيقه، سكرك يكون مظبوط، تعمل الهيموجلوبين السكري لو التراكمي عشان تتاكد ان نسب السكر مظبوطه، يعني في احتياط. طب ايه العلاقه بقى بينه؟ هل ده بسبب مثلا تراكم دهون على القلب فهو ده اللي بيسبب بالظبط؟ هي شيء متداخل. متداخل بمعنى ايه؟ ان هو السكر بيغير في الاوعيه الدمويه. فجدار الاوعيه الدمويه يتصلب بدري عن الطبيعي اللي هو ما عندوش سكر. كويس. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان السكر بعد مع الوقت بيأثر على الكليتين. تمام. فلما بيأثر على الكليتين بيأثر برضو على القلب. كويس. مجموع الحاجتين دول يخلي ان تأثير السكر على الكلى وعلى الاوعيه الدمويه يخلي اعراض القلب او ارتفاع ضغط الدم يبقى بدري شويه عن المعدل الطبيعي. طبعا ده مع المتابعه ومع الحرص ومع التزام بالقواعد الطبيه السليمه والصحيحه والمتابعات الطبيه بيأجل الموضوع ده او ما بتظهرش في وقت مبكر. تمام. كويس. طيب كان النوع الثاني هي اللي ليها علاقه بالامراض الروماتيزميه باين. اللي هو حمى الروماتيز. كويس. او الحمى الروماتيزميه هي كانت منتشره في مصر بصوره اكبر من الوقت الحالي. ودي كانت بتمثل يعني تعب في صمامات. لو حضرتك عاوزه تساليني حاجه عليها. ما انا عايزين اعرف بقى ايه بيبقى سببها، يعني ايه اللي بيحصل مثلا. هو الروماتيزم في القلب
هما يعني الناس بتسميه كده روماتيزم في القلب، بس احنا بنسميها الحمى الروماتيزميه. تمام. الحمى الروماتيزميه دي كانت بتيجي في سن من سنه، هي ما زالت موجوده بس اقل حده شويه، من 5-15 سنه في الاطفال. عاده اللي بيبقوا عايشين في مجتمعات يعني شبه فقيره شويه، كويس، بيحصل ان بيجي لهم التهاب متكرر في الحلق او لوزتين، كويس، التهاب متكرر. تمام. التهاب المتكرر ده كان بيطلع منه حاجه يعني اجسام مضاده، اجسام مضاده دي كانت المفروض بدل الاجسام المضاده دي ما تهاجم الميكروب تهاجم جدار القلب، لان بيبقى في شبه بينهم بين الاجسام المضاده اللي بتطلع من البكتيريا العنقوديه، كويس؟ تمام. فبتعمل التهاب في جدار القلب، جدار القلب الداخلي، وجدار القلب الداخلي ده جواه صمامات، كويس؟ اشهر صمامين كان ممكن بيتاثروا بالموضوع ده هو صمام نيترالي يليه الصمام الاورطي، يحصل التهاب فيه. الالتهاب ده مع الوقت يعني بياخد شويه فتره طويله بيخف ب حاجه اسمها تليفات. التليفات دي بتغير شكل الصمام. لو احنا يعني صمام القلب ده حاجه يعني حاجه سوفت جدا، حاجه يعني حاجه ديليكا رقيقه جدا كده، حاجه رقيقه جدا. لو هو في اي يعني تليفات او حصل فيه التهاب بيغير شكل الصمام، يغير شكل الصمام، بمعنى الصمام بدل ما يقفل يبقى يعني قفل كويس ما يخليش الدم يرجع ولا يبقى ضيق، لا بيخلي صمام القلب ضيق وممكن يفوت شويه. يفوت يعني ايه؟ يعني الدم لو ماشي في اتجاه من الاذين للبطين لا ممكن شويه يرجع. لو مثلا القطر بتاع الصمام مثلا الميترالي تقريبا من حوالي 3-3.5 سم، لا ممكن يتيأ لحد يوصل اقل من سنتي وممكن اقل من سنتي، كويس. فده بنعمل بنقول عليه تغيرات في شكل صمامات القلب، وبالتالي في وظيفه القلب. القلب طبعا احنا عارفين ان هو بينقبض، لما القلب يجي ينقبض على صمام بيفوت دم او بيرجع دم او بينقبض على صمام ضيق فبيبتدي القلب يعاني، يعني يبذل مجهود اكتر. لما يجي يبذل مجهود اكتر بنشبهه كده زي الانسان اللي بيشيل حديد، تبتدي عضلاته تكبر، يعني يبتدي حجمه يكبر، يعني حجم لما بيكبر حجم القلب لما بيكبر ده هو اللي بيعمل لنا المشكله قدام شويه، لان حجم القلب لما بيكبر في حد معين بيه مسموح، بعد كده لما بيكبر عن حد معين يعني ده بيبقى يعني هو الحجم خطر. بيبقى لكل انسان على حسب مثلا قد كف ايده، لو بيكبر لحد ماكسيمم كام يبقى تمام. اي لكل احنا بنقيس حجم القلب بكل غرفه من غرفات القلب على حده. تمام. القلب احنا عارفين انه في 4 غرف وفي 4 صمامات، كويس. احنا بنقيس وظيفه القلب، كويس، بناء على حجم القلب، يعني ايه حجم كل غرفه اثناء الانقباض واثناء الانبساط. تمام. كويس. دي اللي بتقيس وظيفه البطين الايسر، لان البطين الايسر ده هو يعني اهم حجره من حجرات القلب. ان البطين الايسر ده هو في اخره الشريان الاورطي. القلب لما يجي ينقبض يدفع دم في الشريان الاورطي وبالتالي يروح الدم. فعضله القلب او كفاءه القلب احنا بنقيسها عن طريق كفاءه البطين الايسر. لما يحصل مشكله في القلب لاي سبب بيتضخم، لما بيتضخم مش معناه ان هو بيقوى، لا بيتضخم معناه ان بقى حجمه مش طبيعي. حجمه مش طبيعي ده يدينا في النهايه ان ممكن وظيفه القلب يحصل لها خلل او يحصل لها تاثير وتضعف مع الوقت. فعشان كده احنا لما بنلاقي مثلا حاجات في صمامات القلب محتاجه اجراء معين، سواء اذا كان صمام ممكن يتوسع او صمام ممكن يستبدل، فيعني ايه لنا بارامتر ولنا ارقام معينه لما بيوصل عندها الصمام لابد ان احنا نغيره. تمام. طب دكتور احنا معانا تليفون حسن. استاذ حسن، الو. انت الاول فليس قبلك شيء. الو. اوكي تليفون قطع، يا ريت حضرتك تكلمنا تاني. طيب احنا كنا بنتكلم على الانواع، عايزين نشوف ايه دائرة اكتر نوع برضو شيوعان. هل في اختلاف بين مرض القلب التاجي ومرض الشريان التاجي ولا الاثنين؟ لا الاثنين مسمى واحد. هو كسور ولا ده ليه علاقة بمرور الدم وده ليه علاقة بال لا هو بس يعني على الدم. اقول لحضرتك على حاجة. هو القلب عضلة القلب دي اللي انت بتتكلم عليها بيغذيها 2 شريان طالعين من الشريان الاورطة اسمها شرايين تاجيه.
وشريان تاجية فيه شريان أيمن يمين وفيه شريان أيسر. كويس؟ ماشيين، واحد ماشي على سطح القلب من بره ده بنسميه الأيسر، واحد ماشي على الجهة اليمنى ده بنسميه الشريان التاجي الأيمن. كويس؟ تمام. لما بيحصل قصور في أي شريان من دول ده اللي بنسميه قصور أو ضيق أو خلل في وظائف الشريان التاجي المغذي لعضلة القلب، ده اللي بنعمله بقى قسطرة وممكن دعامات وممكن يعمل عملية قلب مفتوح وهكذا. كويس؟ موضوع قصور شريان تاجي في القلب ده له أسباب كثيرة جدا، من أسبابها طبعا ارتفاع ضغط الدم سبب، سكر سبب، اللي عندهم نقرس مش مظبوط ده سبب، عوامل الاستريس اللي لسه بنتكلم عليها وقلة النوم والأرق احنا ممكن بقى هندخل في الأسباب كتير اللي هي خاصة مثلا معظم أمراض القلب وتدخين وكحوليات والاكل طبعا الفاست فود والحاجات كل ده كلها. حاجات مهمه جدا واسباب موثقه ان هي سبب مباشر في اسباب قصور شريان تاجي في القلب. تمام. طب لسه هنكمل مع حضرتك برضو في الموضوع ده، بس رجع تاني استاذ حسن معانا. الو 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 مساء الخير يا استاذ حسن، اتفضل. السلام عليكم يا فندم، عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل مع حضرتك. اتفضل يا فندم. ايوه اتفضل. الو يا دكتور. اتفضل يا سيادة. انا مركب نفس الحوض والمفصل اتكسر فوق. طب ممكن حضرتك بس توطي صوت اللي جنبك وتعيد السؤال تاني عشان مش سامعين. انا مركب يا بيت وقتي، انا مركب مفصل حوض. مركب ايه؟ مفصل حوض. مفصل حوض. مفصل الفخذ بتاع كويس. مفصل الحوض. تمام. والمفصل اتكسر، فلما حبيت اروح المستشفى عشان اعمل تغيير قالوا لي انت عندك الانزيم بتاع الكليه مرتفع شويه، وانا عندي ضغط وسكر بس مظبوط، يعني عندي النهارده قياس السكر 99 كويس، والضغط عندي ما بيزيدش عن 130 140 وانا عندي 66 سنه كويس. تمام. وبعدين بيقول لي الانزيم بتاع الكليه مرتفع، وبعدين انا مش ما انا شايف اي اعراض، يعني مثلا ما بعملش حمام كتير، ما يعني ما عادي خالص في اكلي وشربي. انا هجاوب حضرتك على السؤال ده، هجاوب حضرتك. تمام اوكي. اتفضل حضرتك. شكرا استاذ على تليفونك، ودكتور هيرد عليك حالا، بس استاذنكم استاذن حضرتك دكتور. مشاهدينا هنرجع تاني نكمل بقيه اسئلتنا وهنجاوب طبعا على سؤال التليفون اللي كان معانا، بس استنونا بعد الفاصل. ورجعنا مشاهدينا بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا ولايف كلينك، ولسه طبعا معانا دكتور ابراهيم اسد استاذ جراحات القلب والصدر. ودكتور قبل الفاصل كنا معانا تليفون كان تمام. استاذ حسن كان بيتكلم على فكره ال تمام، هو كان الحاج بيسال على مشاكل عنده ضغط وسكر ومغير مفصل حوض وعنده مشاكل في الكلى، فبنقول له مشاكل الكلى يعني لابد ان هو يعرض نفسه على اخصائي او استشاري امراض كلى، لان طبعا يعني مع وجود السكر مع وجود الضغط المرتفع كويس ممكن يخلي وظائف الكلى فيها شويه خلل. وانا فهمت من كلامه انه لسه خلل في الاول. تمام. وده شيء سهل العلاج وان شاء الله بسيط، لان وظائف الكلى لما بيحصل فيها خلل في اسباب كتير قوي، فهو يروح لحد متخصص يقدر يراجعه في اي يعني مستشفى فيها تخصص امراض كلى كويس، وده شيء بسيط جدا يعالجه ما فيش اي مشكله فيه، وبناء عليه ممكن يقدر يعمل عمليه بتاعت العضل. وبعدين حتى لو في مشاكل في الكلى في دلوقتي بيعرض نفسه على استشاري تغذير، بيقدر يعرف حجم المشكله ايه، وبالتالي يقدر يبنبه برضه بحاله الكلى اللي هو عنده، مفيش اي مشاكل خالص. تمام اوكي. طيب دكتور احنا دايما بنسمع الازمه عنده ازمه قلبيه، عنده رفعه صدريه، ايه الفرق اللي بيحصل وايه اللي بيسبب الازمات القلبيه دي؟ طبعا الازمات القلبيه هي بيبقى اغلبها هي كسور في القلب التاجي كويس. دي اشهر حاجه عندنا في مصر ان هو كسور الشريان التاجي، تلاقي واحد مثلا ماشي مشوار او طالع سلم فجاه واقف حاسس ان في نبضات قلبه طابق عليه وضربات قلبه سريعه وعرقان وكلام من ده. دي اشهر نوع في الازمات القلبيه، وده اخطرهم ده اخطرهم. فعشان كده يعني اول ما بتحصل الازمات القلبيه لو المريض عارف نفسه ان هو مريض قلب بياخد الحبايه اللي تحت اللسان او كلام من ده ويرتاح ويعملش مجهود، ويبتدي يقعد مثلا 10 دقايق لحد ما اموره تهدى، وبعد كده يكمل، بس بيبقى بحرص شديد عشان الازمات دي ما تجيش. ده نوع. نوع تاني اللي هو المريض اللي ما يعرفش
بتبقى دي ان اسوأها ان هو ممكن واحد لو ما يعرفش ان هو مريض قلب فيجيله الازمه فيبتدي بقى يعني ايه يعني يتك على نفسه حبتين شويه فبيحصل مضاعفات ايه اكتر شويه. تمام. دي الازمات اللي لها علاقه بالشرب الدقيق. في ازمات ثانيه لها علاقه بالخلل في ضربات القلب. وخلل ضربات القلب ده في انواع واشكال منه كويس، ولكن هي ممكن يجي فجأة كده ضربات القلب بتعلى مرة واحدة. لما بتعلى مرة واحدة دي بتأثر على الدورة الدموية بصفة عامة وتخلي الدم مش كافي لجميع أجزاء الجسم ومنها المخ، وبالتالي ممكن المريض اللي عنده خلل في ضربات القلب أو ضربات زي ده يجيله جلطة في المخ يعني مثلا، يعني يجيله إغماء. إغماء ليه؟ لأن ضربات الضربات السريعة بالظبط، ضربات سريعة خلت القلب نفسه ما يضخش كمية دم كفاية فما توصلش المخ كفاية، هيخلي ضغط الدم لمستوى اقل من الطبيعي شويه. لو اقل من الطبيعي طبعا المخ عشان فوق فهو اقل جزء هيوصل له الدم بالزبط. فممكن الانسان في اللحظه دي يغمى. دي نوع من انواع تمام. اللي هي حاجات الطارئه بنسميها بتاعت امراض القلب. طيب هل الازمات القلبيه اللي هي ليها علاقه بالشريان التاجي دي بتبقى ليها امراض مصاحبه ليها بتنتج برضو عنها مثلا زيادة التعب مثلا في القلب؟ لا هو نفس الاسباب السكر مثلا ضغط برضه هما دول يعني طبعا احنا بنقول ما هو يعني في اسباب اللي هي جابت المرض الاسباب اللي جابت المرض فغالبا هتبقى موجودة في بعض العينين مش هنقول كل العين كويس، انما الازمات لما بتيجي لو مريض مثلا عنده ضغطه مستقر او مريض عنده سكر وسكره تحت التحكم ومظبوط كويس، كل الحاجات دي بتقلل الازمات اللي ممكن تحصل. مريض يقدر يكنترول يعني يتحكم فيه. مريض عنده مشكله معينه وملتزم في العلاج وماشي على الارشادات الطبيه السليمه المظبوطه فطبعا هيبقى اقل عرضه من غيره بحيث ان هي ما تجلوش اعراض القلب اللي هي الحالات الطارئه. كنت عاوز اكمل بس في النقطه ان هو الحالات الحرجه طبعا اللي هي بتيجي او ازمات القلب اللي بتيجي في نوع من المرضى اللي بيجي لهم حاجه اسمه ارتشاح مائي على الرئتين. ده ممكن الانسان يبقى قاعد كده يلاقي نفسه مثلا نفسه كانه مخنوق صدره بدا يشخشخ كويس دي بنسميها خلل في وظائف عضله القلب. يعني لسه كنا بنقول الضغط لما بيعلى الضغط مش مستقر ضربات عضله القلب بتتضخم كفاءه القلب بتقل، لما كفاءه القلب بتقل بيبقى حاله القلب نفسها مش جيده فبالتالي بيخلي الرئتين يبقوا محتقنين بالدم يعني فيهم كميه سوائل او كميه دم كتيره، كميه سوائل الدم الكتيره دي بتخلي بيحصل حاجه اسمه ارتشاح في الرئتين. تمام. احنا عشان نبسطها شويه القلب لو كفاءته كويسه هو اللي بيخلي حاله الرئتين حاله بنسميها كده شبه يعني ايه يعني الدم اللي بيخش الرئه بيتسحب منها تاني ياخد الاكسجين والغذاء ويتسحب منها تاني ويروح على القلب يوزعه على الجسم كويس. اللي بيعمل دي هو كفاءه القلب كويسه، كل ما تبقى كفاءه القلب جيده كويس كل ما بيبقى حاله الرئتين ما فيهاش دم راكن جوه اكيد والسايكل بتبقى ماشيه بشكل سليم يعني بمعنى تاني ان احنا بنقول القلب ده هو اللي بيعصر العصر اللي احنا فيه ده هو اللي بيعصر الرئتين. كل ما كفاءه القلب سليمه ومظبوطه هو اللي بيعصر الرئتين. لو كفاءه القلب قليله بتلاقي بقى الرئتين ما اتعصرتش كويس فيها بواقي سوائل وفيها دم. ده مع الوقت او في الاسترس او في يعني ظروف غير طبيعيه او حتى ساعات لو المريض خد ازازه محلول سريعه معينه يخلي الدم او الرئتين يبقوا محتقنين ده بيعمل فيحصل ارتشاح في الرئتين. ارتشاح في الرئتين. تمام. طيب دكتور استاذنك معانا مدام هدى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلك عندي سؤال. اتفضلي. دكتور لو سمحت انا جالي من 10 ايام جديد يعني خشونه في الركبه. تمام. وبعدين النشره بتاعه الدواء اللي انا خدته هو البوز فظيعه، تقول ارتشاح في عضله القلب تضخم وي وي والنهايه للوفاه. ما خدتوش وقعدت يومين بالمراهم وكده وغيرت الدكتور كتب لي نفس الدواء قال لي لا سيبك من النشره اصدق مين؟ اسيب يعني انا مش ممكن اضحي بقلبي عشان ركبتي، انا ممكن اقعد واسكت وما اضحيش بالقلب. لا لا ما تقلقيش انا هجاوبك ما تقلقيش مدام هدى مرسي على تليفونك. وعلى فكره هو مش الادويه بس الخاصه بالروماتيزم، ده الادويه الخاصه يعني
بكل وظائف الجسم، ادويه نفسيه، ادويه خاصه بالقلب، خاصه بالرئتين. هو في شيء في مصر طبعا يعني الناس اول ما يجيب دواء من الصيدليه يروح فاتح العلبه تبص على النشره وقرا. انا عاوز اقول بس من شويه حاجات، النشره دي لو اي واحد قرا النشره دي عمره ما ياخد العلاج، اكيد عمره ما ياخد العلاج خالص. ليه؟ النشره دي هي معموله لثلاث حاجات، دي بنكتب ادويه مستورده تقريبا يا دكتور، فيها الحاجات المرعبه دي. هي احنا للاسف ما عندناش ثقافه العلاج الدوائي الطبي في المجتمع، ان هو يقدر يعرف المصطلحات ويقدر يعرف المصطلحات الطبيه وده بيشتغل ايه وده ايه. تمام. النشره دي معموله اول حاجه للصيدلي. كويس؟ صيدلي عشان لو عندي يراجع حاجه عنده البامفلت اللي جوه العلبه دي عاوز يراجع معلومه بتاعها كلام من. حاجه ثانيه ممكن الطبيب البشري اللي هو برده مش تخصصه وعارف وعاوز يفتكر النوع ده ايه. الحاجه الثالثه المهمه ان هو بقى المرضى اللي هو مريض خد منه جرعه زياده. كويس؟ عاوز يفهم بس قبل ما يرجع لطبيب يقدر يساله. كويس؟ فكون النشره اللي جوه دي انها بتتقرا فده يعني احنا يعني جايز يبقى صح في الدول اللي هي معلش عندها ثقافات طبيه متقدمه. احنا في مصر اي واحد لو قرا نشره اقول ايه مثلا اي برشام اي برشام من اي نوع عمره ما ياخد الدواء اللي جوه نهائي، لان هو هيقرا الاعراض الجانبيه. الاعراض الجانبيه دي كل كلمه فيها تخض بالظبط. فرجاء نصيحه، لو انت مش واثقه في الدكتور ما تقريش النشره اللي جوه. كويس؟ مش واثقه في الدكتور ما تروحلوش بقى، ده موضوع ثاني. انما عشان تقرا النشره الداخليه بلاش لو سمحتوا لجميع المرضى، انت واثق في الطبيب اللي بيعالجك خلاص ما تقراش النشره الداخليه الا في الظروف الضيقه جدا. لان ساعات حتى المريض بيقرا النشره الداخليه هو ما بيفهمش زينا كاطباء او صيادله او كلام من ده، فيبتدي يجادل في غير محله. هو قرا يدخل في تخصصات ثانيه بالظبط، هو قرا سطرين ولا قد كده، هو مدرسة الطب، فيبتدي يناقش مع الدكتور في حاجات. هو حق المريض على الطبيب ان هو يطمنه ويقول له انا عارف كذا كذا كذا. انما جميع ادويه العلاج العظام، جميع الادويه تقريبا يعني جايز يعني او نقول معظمها بلاش جميع، تؤثر على حاجات كتير، من اول المعده للقولون للكلى للقلب لحاجات كتير جدا. ده حقيقي. متخيله مثلا لو حاجه واحد دكتور عظام كتب لها علاج، قرت الورقه هيأثر على العلاج كذا وكذا وكذا، بس هو لو عندها مشاكل في مثلا في المعده او في الكلى او حاجه فممكن مثلا تتجنب الموضوع الدواء ده وقتها. احنا دايما لما بنيجي نوصف علاج لمريض بندرس الفايده والضرر، فايده العلاج وضرره. لو لقينا الفايده بتاعه العلاج اقل من ضرره بندهوله بحرص. المفروض ما يبقاش فيه ضرر، يعني نحاول نديله علاج ما يبقاش فيه ضرر. بس لو هو علاج مهم ولابد ان هو ياخده، بنقيس بقى بنشوف الفايده والضرر. لو الفايده عظيمه جدا والضرر لا يذكر خلاص بنديله احنا مطمنين. وبعدين بنتابعه، ممكن المريض ياخد قرص برشام يحصل منه حساسيه نقول لا بطله، نشوف لك مجموعه ثانيه ما بتعملش حساسيه. في الخلاصه ايه؟ ان هو عاده علاج اللي هو المجموعه النان استرويد اللي هي بتاعت العظم وكلام من ده، اللي هي مجموعه الالتهابات بصفه عامه اللي بتاثر على المعده والكلى والكبد والقلب وتاثر على كل حاجه، عاده المريض لما بنيجي نوصفها له بنوصفها له في اضيق الحدود، ولو وصفناها ما بياخدهاش فتره طويله، هو بياخدها فتره مؤقته لحد ما الالتهاب ده يروح، يعني اسبوع 10 ايام كلام من ده. يعني انا شفت عيانين جالهم فشل كلوي بسبب انواع معينه، هو المريض اللي بياخدها خاطئ، هو اللي بياخدها خطا، بياخدها من غير اي ارشادات. الدواء ده سكل له الالم فعلى طول بقى ماشي بيه ليل ونهار، ما ينفعش على مدى شهور طويله او سنين. فطبعا لابد في النهايه انه هيبقى في خسائر اكيد، هتظهر مشكله ثانيه يعني، وعالج مشكله وظهر مشاكل اخرى. مفيش علاج مريض يمشي على علاج بانتظام ومستمر الا تحت اشراف طبي. يعني ممكن النهارده علاج مريض عنده ضغط، فانا بمشيه مثلا على علاج للضغط الدم وكل شويه بيتابع ويشوف الدنيا مشيت ايه، العلاج ده حصل منه مشاكل ما حصلش منه مشاكل، الضغط مستقر او مش مستقر. لان في علاجات في الطب ما ينفعش تتاخد الا لفتره معينه لوقت معين. في ادويه في الطب ما نقدرش نقول عليها ان المريض كل يوم كل يوم ياخدها. في انواع في الطب محتاجه تحاليل عشان نقدر نشوف الجرعات دي يعني هل في شيء سلبي في الجسم ولا لا. وصل زي علاج السيوله، المريض اللي احنا بنجهله صمامات القلب لابد ان احنا نتابعه بحاجه اسمها سيوله الدم. سيوله الدم دي لازم تكون ستاندرد
تصدر بمعنى ايه؟ ان هي رقم له رينج معين عشان السموم يقدر يشوف وظيفته كويس او يؤدي وظيفته كويس وما يقلش عن رقم معين، لان لو قل عن رقم معين يحصل تجلطات على صمام القلب الصناعي. تمام. في النهايه انا عاوز اقول ايه، ان هو بلاش الناس العامه يعني المرضى اللي هم حبايبنا اهلنا يعني يعني ايه يفكروا كتفكير اطباء. انت واثق في الدكتور، راجعه خد منه النصيحه اشتغل بيها، ما افتحش معاه ماشي شوف دكتور تاني بس موضوع بسيط جدا. تمام اوكي تمام. فالموضوع طمني حضرتك وخدي الدواء عادي، اي مشكله يعني. طيب احنا معانا تليفون استاذ احمد. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. اتفضل دكتور بحضرتك. مع الدكتور ابراهيم اصلا. اتفضل اتفضل. مرحبا دكتور، كيف حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا فيك. يا دكتور كنت بدك تسوي لي عمليه قبل 3 سنين في 2012. أيوة. واخر لحظه التغت وجيت عندك مره على العياده كده فرجيتك عملت صوره مسح ذري القلب وقلت لي خلاص يعني مش مستاهل اعمل مش عاوز عمليه ما عملتش، واخذت دواء اللي هو بيبي اسبرين وفي كونكور وكمان علاجين كده يعني لسيوله الدم. تمام. وصار معايا دكتور كمان مره نوبه ثانيه، صار معايا بال 2012 والان انا جيت على معهد ناصر وعملت مسح ذري كمان مره كده واعطوني نفس العلاج اللي اعطتني اياه اللي هو بيبي اسبرين، بس بدل ما يكون حبه صار تنتين. فحبتين دول ليش يا دكتور؟ بيبي اسبرين تنتين يعني. وقال لي خلص استمري على كده وما تتعبش وحاجه زي كده. طيب انا هجاوبك على السؤال. اوكي شكرا استاذ احمد على التليفون. اتفضل. هو طبعا سؤاله يعني مهم ان المرضى اللي احنا عنده هو طبعا واضح عنده كسور في الشريان التاجي في القلب. طيب مرضى كسور التاجي في شريان القلب ده عاده بيبقى اللي بيجي لنا بقى عشان نعمل له عمليه زرع شرايين ممكن يكون الشريان بتاعه مقفول تماما. كويس. فالشريان مقفول تماما، العضله اللي بيغذيها الشريان دي لازم تكون حيه يعني فيها ما تليفتش. لازم تكون فيها يعني لو الدم وصلها انها تشتغل تاني. تمام. عشان يقدر يستفيد بعمليه القلب. احنا بنقدر نعرف ده بنوع معين من الفحوص زي المسح الذري او حاجه اسمها موجات القلب الموجود الدوائي. نقدر نشوف عضله القلب اللي احنا هنعمل له عمليه ونوصل لها الدم فيها حيويه ولا ما فيهاش ولا فيها تليف. لو لقينا نسبه الحيويه اكبر من نسبه التليف بنعمل له عمليه. كويس. وهي زرع الشرايين. اللي هو زرع الشرايين. لو لقينا العكس يعني نسبه التليف عاليه جدا يبقى العمليه في الوقت الحالي ملهاش اي قيمه خالص غير مخاطرها. انا لسه كنت بقيس بقول حاجه اللي بنديها بنقيس المخاطر وبنقيس الفايده. تمام. لو لقينا المخاطر اعلى ما بنعملش عمليه وبنشرح بقى يعني الاخ المتصل بنشرح له حالتك 1 2 3 احنا ما نقدرش نعمل عمليه في ظروف اللي انت فيها عشان لو عملنا عمليه اولا مش هتفيدك، ثانيا هتاخد مخاطر. فاحنا ما نقدرش نعمل عمليه ولا هتفيدك ونديها لك مخاطر. طيب اكيد. فبالحاله دي بيلجا للعلاج الدوائي اللي هو العلاج بقى اللي بيعمل سيوله في الدم، العلاج اللي بيحسن كفاءه القلب، العلاج اللي هو بيوسع شرايين القلب التاجيه. لو عنده نسبه كوليسترول عاليه في ادويه بتنزل كل نسبه الكوليسترول والدهون في الدم وهكذا. نقول له غير ستايل حياتك. يعني لو انت راجل شغال شغل فيه ستريس لا ابعد عن ستريس شويه. كويس. شغل فيه مجهود بدني او ذهني لا تغير القصه دي لان هو تغيير اللايف ستايل مهم جدا في حالات القلب. يعني بيجي لنا مثلا المرضى شغال مثلا حداد مسلح شغل عنيف من غير صمام، فمش معقول بقى هو راجل مثلا بياخد علاج سيوله عشان مركب صمام صناعي ويعمل مجهود وجسده مفتوح كويس قبل كده ويجي يشيل بقى مجهود ويجيب حديد ويشتغل شغل حلو. ليه؟ هو لا قدر الله يعني لو اتعور تعويره قد كده ممكن ينزف منه. وعشان يعني في ظروف معينه ممكن يشغل بقى في مكان عالي ادوار عاليه او في مكان بعيد عشان يطلب اسعافات يبقى ممكن يبقى غير متاح. ففي بعض المهن او بعض الوضع يعني الشغل مع المرضى بنقول له غير ستايل حياتك على حسب حالتك الصحيه وده مش عيب. يعني بيبقى في واحد مثلا شغال رايح جاي وعنده حيويه ونشاط بس هو ظروفه الصحيه عشان نحافظ عليه نقول له لا خليك في عمل مختلف.
او مريض شغال في مصنع او شركة بيتعرض لانواع معينة من التلوث او كلام من ده، نقول له لا انت خلاص حالة الرئة بتاعتك او حالة القلب ما تحتملش ان انت تكون في المكان ده، تمام، فلابد ان انت تشفت على حاجة اقل درجة. تمام. زي ما في مهن معينة بتحتاج كشف طبي قبل كنوع من انواع الاكزامز اللي بيعملوها او الامتحانات، فالمفروض اي مهنة كده ما تبقاش مهن معينة، يعني مش طيار مثلا، مش لا هي المهن كدا. هقول لحضرتك على حاجة، لا هو ساعات يعني ايه لما نشوف واحد هيغطس مثلا في البحر فبيتقاس كفاءة الودان وكفاءة النفس وكفاءة القلب، ولو حاجة هيخاف ولا مش خاف، رد فعل ورد انفعالاته دي بتختلف من شخص لشخص. انما هو الاساس العام ان هو حالة الصحة، الصحة البدنية والصحة النفسية تكون جيدة سليمة. تمام. يعني هو دول المعيارين، الصحة النفسية والصحة البدنية. الصحة النفسية بكل ما تعني والصحة البدنية بكل ما تعني بأجهزة مختلفة، لابد انها تكون جيدة ومستقرة لأي مهنة. أكيد. بس هو المريض اللي هو ظروفه خاصة او اتعرض لمرض معين اثناء الشغل بعد كده، يعني جاله ضغط، جاله سكر، جاله اي حاجة من حاجات دي، فممكن يغير مضاعفات، فلازم يغير. يعني لان محدش عارف هيحصل له ايه بعد شوية، بس هو لازم يغير. تمام. طيب احنا معانا عبده على التليفون. الو. اتفضل. الو. الو. اتفضل. اتفضل. لو سمحت ممكن اسال الدكتور؟ اتفضل دكتور بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا مريض سكر وعندي 64 سنة، عندي من فترة طويلة. تمام. وبعدين من 5 سنين كده كنت بتعب من المشي. كان وجع صدري، فعملت مسح ذري وفحوصات، فالدكتور قال لي تركب دعامتين عاديين في الشريان التاجي. في نفس الشريان. قعدت عليهم فترة كبيرة بتاع 4 سنين، وبعدين من سنة جالي جلطة في القلب. فلما رحت عملت مسح جاري قال لي ده انت عندك انسداد في نفس الشريان اللي انت ركبت فيه الدعامات العاديه. تمام. فلازم تركب دعامات دوائيه. فركب لي 2، بقالي دلوقتي سنه باخد علاج، ده انا علاج لمده سنه عشان الجلطات دي. تمام. فدلوقتي حضرتك انا مشيت على العلاج ده وماشي كل حاجه تمام، بس لما اجي بقى مع الارهاق او مع المجهود بحس برضك لسه الوجع تاني. هو انا عملت العمليه تبع التامين الصحي، فقال لي انت كنت محتاج 3 دعامات دوائيه، بس انت مكتوب لك 2 بس، هل هنا بقى هل محتاج لعظام عدوية اكتر ولا ايه سبب التعب دوت حضرتك؟ مع ان انا بحاول احافظ ان انا باخد العلاج بانتظام لمدة سنة والغذاء يعني. هجاوب سيادتك. حاضر. تمام. شكرا استاذ عبد العزيز. الله يسلمك. شكرا على التليفون. اتفضل. هو طبعا موضوع في مصر يعني المشكلة طبعا كبيرة، مرض السكر يعني نسبة عالية. فبالتالي نسبة امراض القلب بتبقى عالية، ونسبة عدد منهم اللي بيحتاجوا يركب دعامات نسب عالية. هو المشكلة ان احنا الدعامات الدوائية هي مناسبة جدا لمريض السكر. لان الدعامة الدوائية دي معالجة كيميائية من جوه. ان هي ما يحصلش فيها تجلطات او تتقفل. هي تتقفل يعني معدلها مش اعلى من الدعامة العادية. كويس. وطبعا اللي بيركب دعامات هو يعني لابد ان هو يفهم حاجة واحدة بس، ان دي مرحلة لابد ان هو يحافظ على نفسه محافظة شديدة جدا. بمعنى ايه؟ ان هو علاج السيولة ده مقدس. ما ينفعش يتوقف. الا للضرورة القصوى. كويس. في وقت زي اللي احنا فيه الصيف والحر الشديد لابد ان هو ياخد كمية سوائل كتيرة جدا، لاني مع فقدة العرق وخلافه يؤدي ان الدم يبقى مركز، والدم لما يبقى مركز يعمل جلط، يعمل جلطات. هو جات له، هو بيقول انه حصل له جلطه بعدها بالظبط كده. لان هو مريض عنده سكر، راكب دعامه عاديه، اتقفلت الدعامه العاديه، راكب دعامه دوائيه. كويس. لسه بيعاني من اعراض. هي الدعامه العاديه اللي هي ايه؟ عباره عن مش معالجه دوائيه. الدعامة العادية اللي هي بنقول عليها غير معالجة كيميائيا. تمام. وغير مناسبة لمرضى السكر. الدعامة الدوائية اللي فيها يعني الكيماويات ان هي ما تتقفلش عشان ايه مرضى السكر. كويس. فهو المريض طالما ما زال عنده الام لها علاقة بكسور شريان تاجي في القلب، احنا بنقول له لابد ان انت ترجع للدكتور المعالج يقيم حالتك. تمام. لو حالتك محتاجة قسطرة تاني اعمل قسطرة تاني، ما تخافش. تمام. في بعض الناس بتخاف من القسطرة. طيب. ولو حالتك محتاجة اجراء تدخل جراحي، تدخل جراحي اعمل تدخل جراحي، ما تخافش. لان عمليات الزرع الشريان التاجية في القلب دي عملية الحمد لله في مصر دلوقتي عملية ناجحة جدا،
ونسب نجاحها يعني من يعني ان شاء الله اقول 95% او اكتر. يعني ايه نسب دي عمليه ناجحه في مصر غير من 20 سنه او 25 سنه كانت جراحه مستحدثه. دلوقتي الحمد لله مراكز عديده جدا في مصر هذه العمليه رايحين ممتازين في كل المحافظات القاهره في محافظات القطر يعني ومراكز هايله جدا وخدمات ممتازه. طيب فعمليه القلب كانت زمان الناس بتخافهم، دلوقتي عمليه القلب هي عمليه عشان ترجع لك ان شاء الله استايل حياتك ان انت تعيش حياتك يعني ما بتعانيش من كل شويه ازمه قلبيه وعلاجات وكلام من ده. وبعدين بتعمل القلب من هو اكتر ان هو يجي لك جلطات تاني. تمام. يعني لو هو حالته محتاجه قسطره اعمل قسطره، بس يارد نفسه على استشاري القلب المعالج هو يديك النصيحه ان شاء الله. تمام. يعني دكتور ابراهيم هو طبعا في اسئله كتير وفي تفاصيل كتير وعايزين نعرفها من حضرتك، يعني ان شاء الله تبقى معانا في حلقه ثانيه نتكلم فيها ونتكلم فيها لسه في طرق العلاج بقى المختلفه وايه كل حاله محتاجه علاج ايه والوقايه، فان شاء الله حضرتك تكون معانا. بس يعني خلاصه كده، يعني علاج اي مرض او اي عرض من اعراض امراض القلب اهم وافضل علاج ليها هي الوقايه. وقايه ليها طبعا وقايه انواع كتير، بس يمكن اهمها ممكن نقول البعد عن اي ضغوط نفسيه وعن مشاكل الحياه، البعد عن التدخين، البعد عن تناول الكحوليات، البعد عن تناول الوجبات السريعه، نحاول نبعد برضو عن اي مشاكل لاعراض التلوث، نحاول نبقى في اماكن كده نقيه نوعا ما، نحافظ على نفسنا، يعني دي اهم حاجه. وان شاء الله ربنا يعني يشفي كل مريض. استاذ ابراهيم بشكر حضرتك جدا، استاذ جراحات القلب والصدر. ومشاهدينا كده حلقتنا خلصت، تشوفونا بكره فريق عمل جديد ولايف كلينك. باي باي.